واحد بيسأل بيقول قربانة الحمل أو القربان عموما توضع فيه خمير أم لا؟ بعض القدام في إحدى الكنائس يقولون لم توضع وفي إحدى كتب مكتوب توضع. ما يصحش إن قدام يعلموا تعليم عكس تعليم الكنيسة. تعليم الكنيسة لابد أن يوضع خمير في القربان. ليه؟ الخمير كان يرمز إلى الشر والفطير يرمز إلى الخير، وهذا واضح من كورنثوس الأولى إصحاح 5 آية 7. كورنثوس الأولى إصحاح 5 آية 7 بيقول لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا، فلنعين لا بخميرة الشر والخبث بل بفطير الإخلاص والحق. فالخمير كان بيرمز للشر، والسيد المسيح لما قال احترزوا من خمير الفريسيين يقصد من شرهم. وخروف الفصح لما كان يذبح حسب ما ورد في خروج 12 كان بعد الفصح يعيدوا عيد الفطير اسبوع ما فيهوش خمير، وبيقول البيت اللي يوجد فيه خمير تقطع تلك النفس من شعبها. طب ليه القربان بنحط فيه خمير؟ لان احنا بنتذكر المسيح الذي حمل خطايا العالم كله. لو كنا بنذكر المسيح فقط يبقى فطير، لكن المسيح لما حمل خطايا العالم كله على الصليب يبقى حمل الخمير اللي في العالم كله على الصليب، واحنا بنسميه الحمل. ويوحنا المعمدان قال هذا هو حمل الله الذي يرفع خطايا العالم كله. فاللي بنقدمه على المذبح هو المسيح حمل الخطايا. مدام حمل الخطايا وخطايا العالم كله يبقى لازم يكون فيه خمير.